بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي شرح الله له صدره، ورفع الله له ذكره، ووضع الله عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق لغاية هي أعظم من عبادته تبارك وتعالى، فلأجل أن يوحد ويفرد بالعبادة ويعبد دون سواه أنزل الله الكتب، وبعث الله الرسل، وقام سوق الجنة والنار. وقد ختم الله جل وعلا الرسل الداعين إلى توحيده برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث آمن معه رهط قليل، هم النواة الأولى لأمة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذين أصبحوا فيما بعد المهاجرين الأولين، الذين حملوا الدين مع الأنصار إلينا. وهؤلاء المؤمنون الأولون واجهوا في أول أيام الدعوة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام عنة عظيما من قريش، فكان من رحمة الله جل وعلا بهم تثبيت فؤادهم وإبقاؤهم على الدين الحق. فجاء القرآن العظيم بطرائق عدة تثبت بها قلوب أولئك المؤمنين، وفي أولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن القرآن كان ينزل فيخبر عن ثلاثة أمور: عن قوم صالحين في من قبل، وابتلوا كما ابتلي هؤلاء المؤمنون الأوائل، وعن قدرة الله جل وعلا ونقمته تبارك وتعالى في حق من عصى رسله، والثالث في إخبار المآل إذا لقي أولئك المؤمنون ربهم الكبير المتعال، وهو الوعد بالجنة. فعبر هذه الطرائق الثلاث ربي المجتمع الأول تربية قرآنية. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر جملة من أخبار الأنبياء في سورة هود مع أحوالهم مع من آمن معهم ومع من خالفهم، قال الله جل وعلا بعد ذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فأخبر ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن مما يثبت به فؤاد المؤمن التأمل في كلام الله، فالنظر في وعده والنظر في وعيده والنظر في جملة من مضى وغبر من أخبار أهل الأمم السابقة. فكان من السور التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه تحمل هذه الطرائق الثلاث سورة البروج. قال الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، إلى أن قال الله في خاتمتها: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
والمتأمل في هذه السورة يجد الثلاث الطرائق التي بيناها ظاهرة جلية. قال الله: والسماء ذات البروج، هذا قسم، قسم من رب العزة في كتابه العزيز بالسماء التي هي مخلوق عظيم من مخلوقاته، تمجد جل وعلا بأنه خلقها. قال في قرآنه: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها. والسماء ذات البروج، البرج في لغة العرب الأصل أنه القصر الذي يحصن صاحبه. قال الله جل وعلا: ولو كنتم في بروج مشيدة، لكن لما كانت الشمس تنتقل من مكان إلى مكان ولها بروجها عبر العام كله سميت تلك الطرائق بروجا، وكأن الشمس تنتقل من حصن إلى حصن، فهذا المراد على الأظهر من قول الله: والسماء ذات البروج. ثم أقسم الله جل وعلا باليوم الموعود على أنه ينبغي أن يعلم قبل أن نطوي القول في السماء ذات البروج على أن للسماء عمار، لها خزنة، لها سكان، أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. قال ربنا: واليوم الموعود، وقد اتفقت كلمة المفسرين على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وهذا اليوم الموعود وعده الله جل وعلا أهل الإيمان ووعده تبارك وتعالى أهل الكفر. قال الله جل وعلا في حق أهل الكفر: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في حق أهل طاعته: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فقول ربنا في البروج واليوم الموعود قسم بيوم وعده الله جل وعلا أهل الجنة وأهل النار، وعده الله جل وعلا المؤمنين ووعده الله جل وعلا الكافرين. واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذا من مجمل القرآن غير المفصل والمخصص، ولهذا اختلفت كلمة العلماء فيه، وكل له دليله فيما قال. قال قوم من العلماء: الشاهد من يحضر صلاة الفجر، والمشهود صلاة الفجر نفسها. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال آخرون: الشاهد الحجاج، والمشهود يوم عرفة. وقال آخرون: الشاهد الحجر الأسود، والمشهود عليه من استلم الحجر بصدق. وقال آخرون: بل الشاهد الله، والمشهود عليهم خلقه. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله، شهيد بيني وبينكم. وقال آخرون: الشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والمشهود أمته. قال الله تبارك وتعالى: وجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقيل غير ذلك من أقوال العلماء، كل يتلمس قولا صحيحا في قول الله وشاهد ومشهود. وأجمل ما قيل ما ذكره العلامة بن سعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، قال: إن هذا يشمل كل مبصر ومبصر وراء ومرئي، يشمل كل مبصر ومبصر وراء ومرئي وحاضر ومحظور. وهذا فيما يبدو العلم عند الله أنه أظهر وأبلغ وأشمل في بيان معنى الآية. ثم قال الله جل وعلا: وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود. هذه الآية إما أن تكون إنشائية وإما أن تكون خبرية، فإذا قلنا إنها آية إنشائية يصبح المعنى لعن أصحاب الأخدود، فلا يصبح ولا يمكن أن تكون وفق قواعد اللغة جوابا للقسم. ولهذا قال بعض العلماء إنها آية خبرية، فإذا قلنا إنها آية خبرية صح اعتبارها جوابا للقسم، لكن الأظهر أنها جملة إنشائية فيصبح أنها غير جواب للقسم، ويكون جواب القسم مقدر، يقدر بمثل قول الله جل وعلا: ليعذبن، في معنى الآيات الدالة على مثل هذا السياق من سور أخرى. قال الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود. قلنا إن الطائفة المؤمنة التي نزل عليها القرآن في المقام الأول تحتاج لأن تعرف أخبار من سلف وأنباء من غبر حتى تثبت القلوب وتعلم أن هناك أقواما سبقونا في الطريق إلى الله تبارك وتعالى،
سبقوا أولئك المهاجرين الأولين والفئة المباركة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يمكن لأحد أن يلحقهم فيما وصلوا إليه. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية. فهؤلاء الرهط أخبرهم الله جل وعلا بمن سلف، فإذا اقتدوا بمن سلف وكان لهم حظ من عطايا الله فاجتمع خير الأولين وخير الآخرين فيهم فكانوا أكمل جيل وأمثل رعيل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء. قال الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود. أما أصحاب الأخدود فإن الفترة الزمنية لهم في أظهر الأقوال أنهم كانوا ما بين عيسى بن مريم عليه السلام وما بين بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأشهر الأقوال في موطنهم في مكانهم أنهم كانوا في نجران، وقيل غير ذلك، لكن هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وتحديد المكان لا يتعلق به فائدة علمية جمة، وإلا لبينها الله. قال الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، أي لعنوا، فتكون الجملة إنشائية بمعنى الدعاء. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فجمع أولئك النفر عياذا بالله ممن عذبوا أهل الطاعة، جمعوا سيئات كل واحدة منها أعظم من الأخرى. الأولى منها أنهم كفروا بالله، والأمر الثاني أنهم صدوا الناس عن توحيد الله، والثالث أنهم عذبوا من يؤمن، والرابع أنهم باشروا العذاب بأنفسهم. وهذا معنى قول الله: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم ذكر الله جل وعلا الفارق والسبب الذي من أجله عذب الأخيار وقام سوق الأشرار. فقال الله جل وعلا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فابتلي أولئك القوم الصالحون وأحرقوا وألقوا في أخاديد من الأرض تجرحهم النار وتشويهم، كل ذلك رجاء لا يشرك مع الله جل وعلا أحد غيره، وأن يفردوا ربهم تبارك وتعالى بالعبادة. قال الله جل وعلا: يذكر مناقبهم ويبين علو كعبهم ورفيع درجاتهم. قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آمنا بالله العزيز الحميد. إن أولئك القوم الصالحين آمنوا بالله العزيز الحميد، والصياط على ظهورهم، ونار الدنيا تنتظرهم، ونحن ولله الحمد والمنة والفضل في عافية في زماننا هذا من هذا كله. ومع ذلك يوجد عياذا بالله من يملك العافية في بدنه، والعافية في ماله، والعافية في وطنه، والعافية في أولاده، ولا يؤمن بالله العزيز الحميد. ويوجد في الناس حتى ممن ينتسب إلى الإسلام من قل يوما أن يعقد أنامله بالتسبيح، ويوجد في من ينتسب إلى الإسلام من ربما سمع الأذان تلو الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح وتتثاقل قدماه على أن يصل إلى المسجد، ويوجد في من ينتسب إلى الإسلام قلما يرضى أن يعفر جبهته بالسجود للرب علام الغيوب جل جلاله، ويوجد غير ذلك. والرب تبارك وتعالى رحيم حليم كما سيأتي بيانه في الآيات. قال الله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وهنا يتساءل الإنسان وهو يقرأ هذه الآيات، ربنا يقول الذي له ملك السماوات والأرض، وهذا لا يرتاب مؤمن فيه، فأين نصرته جل وعلا لأوليائه؟ لم يجعل الله جل وعلا الدنيا دار جزاء، فلا العطية منها دلالة رضا، ولا الحرمة منها والمنع عنها دلالة سخط، كما أن العطاء الدنيوي من الله لأحد ليس دلالة سخط، وعدم العطاء ليس دلالة رضا، فلا يتعلق بالغنى والفقر لا سخط الله ولا رضوانه، لا يتعلق بالعطاء بالفقر والغنى لا سخط الله ولا رضوانه.
فإن هذا مما تجري عليه نواميس الكون. فلا يقال لكل فقير إنه قريب من الله، ولا يقال لكل غني إنه بعيد عن الله، لكن العبرة كل العبرة بما يقع من المرء من عمل. والله يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كان متقيا غنيا، كان متقيا فقيرا، كان متقيا بين بين، أحواله في الدنيا لا علاقة له بالآخرة. العبرة في الآخرة بأن يكون المرء تقيا في الدنيا. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الله بعدها: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى كرم الله ورحمته وفضله، يحرقون أولياءه ويعذبون عباده ويصدون عن دينه، وهو جل وعلا لرحمته وحلمه وكرمه يدعوهم إلى التوبة، ويقول وهو أصدق القائلين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاعترض قول الله جل وعلا ثم لم يتوبوا ليبين لكل أحد أن باب التوبة مفتوح، وكلنا ذو ذنوب، صغرنا أم كبرنا، علمنا أم جهلنا، كل أحد منا متلبس بالمعاصي، ولكن الله جل وعلا رحيم يتوب على من تاب. فإذا أذن الله بقبول التوبة ممن حرق أولياءه وصد عن سبيله فلا ريب أن غيره أولى وأحرى أن تقبل توبته. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله جل وعلا بعدها: ذكر الرب تبارك وتعالى قدرته على الانتقام ممن عصوه، وعلى أنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم بعد ذلك قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، يخبر عن مآل أهل الطاعات، وهو الطريق الثالث بعد أن ذكر الله طريقين: الإخبار بصبر من سبق، والإخبار بالنكال بمن عاداهم. ثم قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الجنة أعظم نعيم وأجل دار وأفضل قرار، قال الله عنها: ولنعم دار المتقين. خلقها الله جل وعلا رحمة بعباده الصالحين، وخلق أبانا آدم بعد أن خلقها، فلما استوى قائما طلب منه أن يسلم على النفر من الملائكة. ثم اختلف العلماء: هل خلق الله جل وعلا زوجه حواء قبل أن يدخل آدم الجنة أو بعدها؟ فمن قال إن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة نظر إلى قول الله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن قال إنه خلقت حواء بعد دخول آدم الجنة لجأ إلى قول الله جل وعلا: وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فقالوا إن آدم أدخل الجنة من غير حواء فاستوحش، لأن الجنة عرض السماوات والأرض. فخلق الله جل وعلا من أحد أضلاعه زوجه حواء ليسكن إليها كما قال الله، ولا يتحرر عندي ترجيح في القضية، لكن المقطوع به أن آخر الأمر كلاهما كان في الجنة، آدم وزوجه حواء. أخبره الله جل وعلا بما في الجنة من النعيم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فدلت الآية على أن الجنة لا جوع فيها ولا ظمأ ولا برد ولا حر ولا عري، ودلت آيات أخرى والسنة النبوية على أن الجنة كذلك لا حر فيها ولا برد ولا ليل ولا نهار. وأعظم ما فيها أنه لا يخرج من دخلها، قال الله جل وعلا: خالدين فيها أبدا. هذه الجنة أدخلها الله أبانا آدم، ثم منعه الله جل وعلا لحكمة أرادها من شجرة واحدة أكل منها آدم تشهيا بسبب شهوته،
وإبليس من قبل امتنأ عن السجود بسبب كبره، فالكبر الذي من أجله إبليس امتنأ عن السجود كان سببا في أن لا يتوب الله جل وعلا عليه، أن يبقى على خطيئته وذنبه. أما الشهوة التي غلبت على أبينا آدم عليه السلام، فإن الله جل وعلا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهو أبونا ونبي مكلم صلوات الله وسلامه عليه، والأدب معه أمر دل عليه الشرع والعقل والنقل. من هذا كله أسكن آدم الجنة ثم أهبط، قال الله جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وأخبر الله جل وعلا أن بني آدم سيبتلون، ما كذا الناس 10 قرون على الفطرة لا يعبدون غير الله، ثم ظهر فيهم عبادة الأصنام، فبعث الله نوحا، ثم تتابع بعث الأنبياء حتى ختموا جميعا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعد الله تبارك وتعالى من آمن به وعمل صالحا أن يعود إلى الجنة، ووعد تبارك وأوعد جل وعلا من لم يؤمن به ولا يعمل صالحا بأن يكون مآله النار. قال الله تبارك وتعالى عن جنته: كان على ربك وعدا مسؤولا. فالجنة وعد، لكن المشكلة التي يواجهها كل أحد، وهي حقيقة الابتلاء، أن الدنيا واقع مشهود، الدنيا واقع مشهود، أما الجنة فهي غيب موعود، شيء غير مرئي. ولهذا سميت جنة لأنها مخفية كالجنين في بطن أمه. فالدنيا التنافس فيها والحث عليها أمر يتفق مع الجبلة، يتفق مع الفطرة، لأنك شيئا تراه بعينيك. أما الجنة فإنما هي أخبار لم يدخلها منا أحد، سميت غيبا موعودا. فعلى قدر إيمانك بالله يكون إيمانك بالغيب الذي وعدك الله جل وعلا إياه. فإن قل الإيمان بالله قل الإيمان بوعد الله، وإنما تكون الطاعة ويتكون المعصية على قدر إيمان العبد بالله، لأنه إذا عظم الإيمان وزاد اليقين آمن العبد بذلك الغيب وسعى إليه. وإن قل الإيمان ونقص اليقين لم يؤمن العبد إيمانا كاملا حقيقيا بذلك الغيب، فلم يسعى في الحصول عليه ووصل إلى ما وصل إليه. ولهذا قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالذي خلق الخلق هو الذي قال إن هذا شيء مزين للناس، ثم قال جل وعلا: والله عنده حسن المآب، قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما الفارق الآن؟ ما قاله الله إنه زين، هذا نلحظه بالعيون وتلمسه الأيدي وتباشره النفس ويقع عليه الجسد. أما ما قال الله: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فهذا شيء لم يشاهد ولم يقع، لكن المؤمنين يعلمون أنه وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. متى يبدأ حصول ذلك الوعد؟ يبدأ أول ما يبدأ عندما تخرج روحك المؤمنة برحمة الله من جسدك كفي السقاء. قبل أن تخرج روحك من جسدك كفي، كما تخرج القطرة من في السقاء، تراها في الملائكة الذين يباشرون قبض روحك، يقولون لك: لا تحزن على ما فات ولا تخشى مما هو آت. فهذا أول بإذن الله ورحمته مراحل تحقيق الوعد. ثم إذا حلت عنك أربطة الكفن، ووضع عليك اللبن، وحثي عليك التراب، وخلي بينك وبين العمل، سترى الطريق الثاني في تحقيق الوعد. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنه ما من أحد إلا وسيرى مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيرى المؤمنون، وأرجو الله أن أراه وتراه، يرى المؤمنون مقاعدهم في الجنة، فيصبحون ذا شوق عظيم ولو كانوا في قبورهم إلى أن يخرجوا من القبور إلى الجنة. لأن الناس أيها المبارك إذا بعثوا من القبور، المؤمن والكافر إذا بعث يسبح بحمد الله، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، إلا أن الفارق الأعظم
أن الكافر لا ينفعه التسبيح، والدليل على أنهم يسبحون قال الله جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. فهذا نص في المسألة، فالله يقول يوم يدعوكم أي إلى البعث، فتستجيبون بحمدي أي تخرجون مستجيبين تسبحون بحمد ربكم، كما فسر الآية سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود من هذا أن هذا ثاني طرائق تحقيق الوعد. ثم يحشر الناس على أرض بيضاء نقية، ويأتي الفصل بين العباد كما هو معلوم، مما هو ليس مناط محاضرتنا هذه. ثم بعد أن يقضى الأمر ويتحرر طريق كل فريق، يسير أهل الجنة إلى الجنة، جعلني الله وإياكم منهم، ويذهب أهل النار إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال ربنا: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الجنة منذ سنين وقرون وأنفس المؤمنين تشتاق إليها فيزدحمون إليها، لكنهم يفاجئون أن أبوابها مغلقة. وجرت عادة الناس شرعا وعقلا وعرفا أنهم إذا ضاق عليهم شيء فزعوا إلى كبيرهم، سواء كان سنا أو قدرا أو مالا أو منصبا، فيفزعون إلى آدم: يا آدم أنت أبونا فاستفتح لنا الجنة. فيقول عليه السلام تأدبا وتواضعا: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيأبى أن يستفتح ويقول لست بذاك، أي لست أهلها. فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة، فيقرع حلقة بابها، فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل أهل الجنة الجنة، جعلني الله وإياكم ممن يزاحم على بابها. عند بابها يسمعون الكلمة التي يقرؤونها اليوم في القرآن، ويسألون الله برحمته أن يحققها لهم كما تلوها. قال الله جل وعلا عنهم: ادخلوها بسلام آمنين. قال الله: ادخلوها بسلام آمنين. والله إن المحروم من حرم يوم القيامة أن يسمع هذه الكلمة. أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى عنده وأعظمها لديه ألا يجعل أحدا منا اليوم محروما منها. فيدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يدخلها المؤمنون والأنبياء قبل، والمؤمنون على قدر إيمانهم، جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33، جردا ليس على أجسادهم شعر، مردا ليس على وجوههم شعر، مكحلون أو كأنهم مكحلون ظاهرة المعنى، أبناء 33 أي في سنهم. واعلم أيها المبارك أن دخول الجنة بالفضل والمنازل فيها بالعدل، ومعنى أن دخول الجنة بالفضل، لن يدخل أحد الجنة إلا بفضل من الله ورحمة، لكن الناس في الدنيا تتفاوت أعمالهم، فكذلك في دخول الجنة تتفاوت منازلهم، لأن الجنة المقامات فيها بالعدل، كل حسب ما كان عليه من عمل صالح في الدنيا، فدخولهم إياها يستوي فيه المؤمن السابق والمؤمن المقتصد والمؤمن المسرف على نفسه، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. لكنهم في منازل الجنة فيما يظهر من استقراء والكتاب والسنة أن المنازل فيها بالعدل، ولهذا رتب الله الخلق، قال ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقسم ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه الناس إلى 4 أقسام، وجاءت تقسيمات أخرى. فيدخل أهل الجنة الجنة، إذا دخلوها أول ما يطعمون زيادة كبد النون، كما سئل صلى الله عليه وسلم ما تحفتهم إذا دخلوا الجنة، قال زيادة كبد النون.
ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، ثم يسقون عليها شرابا من عين تسمى سلسبيلة، هكذا أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. في الجنة من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. وليست الجنة دار تكليف، ومع ذلك يبقى أهل الإيمان يسبحون الله في الجنة، لكن تسبيحهم في الجنة لا على أنه تكليف، إنما يلهمون التسبيح في الجنة كما يلهمون في الدنيا النفس، فإنك تتنفس بصورة لا إرادية. وكذلك أهل الجنة ومع التقريب في المشابهة يسبحون الله جل وعلا كما يلهمون النفس. ومع أن هذا يفهم أن تسبيح الرب تبارك وتعالى من أجل وأعظم العبادات. وتدبر القرآن، الله جل وعلا في القرآن سبحه الرعد، قال ويسبح الرعد بحمده، سبحته الملائكة قال ونحن نسبح لك، قالت ونحن نسبح لك كما قال الله في القرآن، وسبحه المؤمنون، وسبحه الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبح، وسبحته الطير والطير محشورة. وأجمل جل وعلا عام جعلها عامة، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأعظم من ذلك كله أن الله جل وعلا سبح نفسه بنفسه، قال الله سبحان الذي أسرى بعبده، وقال الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فسبح الله جل وعلا ذاته العلية حتى يعلم أن للتسبيح رفيع المنازل عند الله. وهذا نبي الله زكريا يبتلى بأن يبقى له آية بأنه لا يكلم الناس رغم استواء خلقته، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، ومع ذلك قال الله له وسبح بالعشي والإبكار. فخرج عليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والآية لم نضبط تلاوتها، لكن فيها أن سبحوا بكرة وعشية. والمقصود من هذا أن التسبيح عبادة عظيمة، وأي عبادة، فيلهم أهل الجنة أتسبيح الله جل وعلا كما يلهمون النفس، يحمد أهل الجنة ربهم جل وعلا. ولعل هذا في مواطن، والذي يظهر أنهم إذا خرجوا من الصراط قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وإذا دنوا من الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإذا أدخلوا الجنة قال الله عنهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا بعض ما أخبر القرآن وجاءت السنة من أخبار ثابتة عن أهل الجنة. أهل الجنة في هذا النعيم لا يخافون من شيء، خوفهم من أن يقال لهم اخرجوا منها، فإذا جيء بالموت على صورة كبش أملح ونودي يا أهل الجنة، فينظرون من شرفاتها خائفين أن يقال لهم اخرجوا منها. ويقال كذلك هذا النداء لأهل النار، ثم يذبح الموت ينحر ما بين الجنة والنار، وينادي مناد أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. قالت عائشة فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة فرحا، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار حزنا. في غمرة ذلك، وليس من صحيح اللغة أن يقال غمرة لأنها تقال في المكروب، في ذلك كله يسمعون مناديا ينادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم هو أجل ولا أعظم من رؤية وجه الله. رزقني الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه العظيم. هذه العطية الفاخرة التي لا تعدلها عطية، وهي لذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله. وقد قلنا كما قال الأخيار من قبلنا مرارا، والله إن المرء لتبعد به الديار لأي غرض، فإذا آب
أو بعد سفره وكثرت أيام غيابه حن إلى وجوه أقوام، هذا يحن إلى وجه أبويه، وهذا إلى زوجته، وهذا إلى أخواته، وهذا إلى أولاده، وهذا إلى جيرانه، وهذا إلى خلانه، وهو معذور، فكيف الشوق إلى رؤية وجه أرحم الراحمين جل جلاله. رزقني الله وإياكم تلك العطية، فإذا رأوا وجه ربهم يتناسون كل نعيم، لأنه لا نعيم أجل ولا أعظم من رؤية وجه الله، إنما يقاربه أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قال لهم ربهم: أحللت عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال الله جل وعلا في آل عمران: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر مما عظم ذكره وسلف قبل ذلك في الآية. فالعطيتان العظيمتان هي رؤية وجه الله، وأن يحل الله جل وعلا على أهل الجنة رضوانه الذي لا سخط بعده، كما يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي وأخبر عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه العطية قدر لموسى عليه السلام أن يكون له ميقات عند جبل الطور، فلما حضر ذلك الميقات كلمه ربه، فشعر موسى عليه السلام بلذة الكلام مع رب الأنام جل جلاله، فطمع في مقام الرؤية وحق له صلوات الله وسلامه عليه. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال العلي الكبير: لن تراني. وحتى يطمئن قلب موسى أن ليس ذاك لشيء فيه، قال له ربه: ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم من الذي أخبرنا بما وقع؟ أخبرنا الواحد الأحد. قال الله يتكلم عن ذاته العلية الذي ليس كمثله شيء، قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي أنا أول من يؤمن أنك لا ترى في الدنيا، لكن الله جل وعلا ادخر للمؤمنين به رؤيته تبارك وتعالى يوم في جنات عدن. ولهذا قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ما وإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ومعلوم أن القمر مخلوق، لكن ليس المقصود تشبيه الله بالقمر، تعالى الله أن يوصف بهذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلم كل أحد من الخلق بالله أن يقول ذلك، لكن المقصود أن الناس اليوم لعلو القمر على كثرتهم في الأرض لا يضمون، لا يزدحمون في رؤية القمر، فكذلك أهل الجنة على كثرة عددهم لا يضمون في رؤية ربهم تبارك وتعالى، إن الله واسع عليم. والمقصود من هذا أن أعظم عطية وأجل منحة إلهية هي لذة النظر إلى وجه الله، ومهرها الأعظم الخوف من الله. الله يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال في أسباب التوفيق: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وقال: يثني على عبد صالح: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وأعظم من ينبغي عليه أن يخاف من الله من يتصدر بالحديث عن الدين، لأن الحديث في الدين إخبار عن رب العالمين جل جلاله. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله: إن مالكا وعبد العزيز أحدا اثنان من علماء المدينة،
كانا يترددان إلى ابن هرمز رحمه الله، ويتردد معهم رجل يقال له محمد بن إبراهيم بن دينار، ومحمد هذا معه صحبة. فكان ابن هرمز إذا سأله مالك وعبد العزيز يجيبهما، وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار ومن معه لا يجيبه. فوقع هذا في نفس محمد فقال: يا ابن هرمز، إن في نفسي عليك شيئا. قال: وما هو؟ قال: يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما، ونسألك فلا تجيبنا. فقال هذا العالم الرباني: أو قد وقع ذلك في قلبك يا ابن أخي؟ قال: نعم. قال: فاسمع، فإن مالكا وعبد العزيز عالمان فقيهان، وأنا رجل قد كبرت سني ورق عظمي، وأخاف أن يكون قد خالطني في عقلي ما خالطني في بدني، أخاف أن يكون قد خالطني في عقلي ما خالطني في بدني من الكبر. فإذا سألني مالك وعبد العزيز وهما فقيهان عالمان أجبتهما، لأنه إذا قلت حقا قبلاه، وإذا قلت خطأ لم يقبلاه. وأما أنت وصاحبك فلستم بعلماء، فإذا سألتموني وأجبتكم قبلتم قولي على كل حال. فانظر خوفه أن يحمل عنه ما ليس بحق. قال بعض العلماء كابن الحارث معلقا على القصة، قال: والله هذا هو الدين الكامل والعقل الراجح، ليس كمن يهدي بالهذيان ثم يطالب الناس أن يعظموا قوله في القلوب كما يعظم القرآن. فالعاقل الذي يبلغ عن الله يقع ما يجب أن يقع بين عينيه الخوف من ربه إذا تكلم بالشرع. ولئن كان كل أحد مطالبا بأن يخشى الله فإن المتصدرين للعلم والوعظ والخطابة وغيرها من الدروس هم أولى الناس بأن يخاطبوا بهذا. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. ثم إن الإنسان يعلم أنه يجب عليه مع خوفه من ربه أن يعظم رجاه في مولاه، فإن الله جل وعلا حيي كريم حليم رحمن رحيم، لا رب غيره ولا إله سواه، ولا أحد أعظم منه رحمة جل جلاله. ومع ذلك ينبغي أن يجمع مع هذين: محبته تبارك وتعالى حبا لا يعدله حبك لأي شيء غير الله. هذا ما يمكن أن يقال عن أهل الجنة. وقد ذكر الله جل وعلا نعيما ظاهرا لا يحتاج قارئه إلى مزيد بيان. قال الرب تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى أن قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا كله سماه الله في سورة البروج، قال: ذلك الفوز الكبير، مع أن الله قال قبلها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. فوفق قواعد اللغة المفترض ولا ملزم على الله أن يقال تلك، لأنها تعود على الجنات، لكن الله قال ذلك حتى يبين أن الفوز الحقيقي في إخبار الله عنها، وأنك لن تدخلها إلا برحمة الله، أدخلنا الله وإياكم الجنة برحمته. هذا كله إكرام المؤمنين والنقمة من الكافرين لا يقدر عليه إلا الله. لهذا قال الله: إن بطش ربك لشديد. فهو وحده القادر على أن يبطش بأعدائه، وهذا يناسب حال أهل الكفر. وبعدهم جاء حال أهل الإيمان، فقال الله: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدو ويعيد، وهو الغفور الودود. فهو جل وعلا ودود بمعنى محب لأوليائه،
يتودد إليهم بما يكرمهم بالنعم ويوفقهم تبارك وتعالى للعمل الصالح حتى يلقوه على ذلك العمل ويثيبهم عليه منة وكرما منه. فقال الله جل وعلا: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. والعرش سقف المخلوقات، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، والملائكة يوم القيامة يحفون حوله. وقد كانت الكعبة لا يصلى عندها إلا من جهة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ابنه، إلى في عهد عبد الملك بن مروان أيام حكم أمارة خالد بن عبد الله القسري أحد أمراء بني أمية. كان الناس وقتها لا يصلون إلا من جهة المقام، والصفوف تبقى متتابعة، أما الجهات الثلاث لا يصلى حول الكعبة إلا من جهة المقام. فلما كثر الناس أمر خالد بن عبد الله القسري الناس أن يتحلقوا حول الكعبة، فسئل عطاء بن أبي رباح عن هذا فقال: إني أجد شبيها له ومثيلا في القرآن. قيل له: أين؟ قال: حافين من حول العرش. والمقصود من هذا أن الله يقول ذو العرش المجيد، والمجيد قرئت بالرفع وقرئت بالجر، فإذا قرئت بالرفع تصبح صفة لذو، وقلت ذو على باب الحكاية، فيصبح هذا وصف لرب العزة، وقرئت بالجر فتصبح صفة للعرش. ولا ريب أن الله مجيد والعرش مجيد، لكن ما يقال في حق الله لا كما يقال في حق غيره، فالعرش مخلوق والله خالق، والله جل شأنه وتبارك اسمه غني عن العرش وغني عن حملة العرش. قال الله جل وعلا: ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وورد أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر أيامه لما شعر أنه في مرض الموت سئل: ألا نأتي لك بالطبيب يا خليفة رسول الله؟ قال: قد رآني. قيل له: وماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد. فقال الله جل وعلا: فعال لما أريد، وهذا أيها المبارك تنيخ عنده المطايا، لأنها تزيد من إيمانك إذا تدبرتها أن تعلم أن لا أحد يفعل ما يريد إلا الله العلي المجيد. وإلا والله كل أحد مهما عظم ملكه وكثر ماله واشتد حاله وكثر أحباؤه، إلا أن قدرته وسلطانه له حد، لا يمكن أن يقع في الكون إلا شيء أذن الله أن يقع، كتبه الله من قبل وخلقه وعلمه وأراده. ولهذا قال جل وعلا في نعت ذاته العلية: فعال لما أريد. ثم أراد، جاء في القرآن ما يسلى به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: هل أتاك حديث الجنود؟ وهذا إجمال فرعون وثمود، وخص هذين بالذكر لأن فرعون كان قريب العهد من الطغاة إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير عربي، وأما ثمود وإن بعدت لكنها قبيلة عربية، وصل إلى الناس نتف من أخبارها قليلة جدا، فجاء القرآن وبين الخبر الحق عنهم والقصص الأمثل في أخبارهم، كما قال الله في سور عديدة من كلامه العظيم: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. ثم جاءت بل، وهي للانتقال، يسمى في عرف اللغويين إضراب، بل الذين كفروا في تكذيب، أي أن الأمر أن هؤلاء القوم مكذبون بما جئت به، والله من ورائهم محيط، يعلم ما يقع منهم، لا تخفى عليه من عباده خافية، قادر تبارك وتعالى على أن يسلبهم ما يريد. ثم قال الرب تبارك وتعالى: يختم هذه السورة من قرآنه بمدح قرآنه، قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي في اللوح الذي عند الله. واللوح المحفوظ أيها المبارك أحد ثمانية لا يلحقها العدم، ثمانية لا يلحقها العدم، دل الشرع جملة عليها وقال به العلماء من سلف الأمة: اللوح
والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار والروح وعجب الذنب. فهذه الثمانية لا تعدم: اللوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار والروح وعجب الذنب. خاتمتها قال فيه صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. ويستثنى من هذا العموم في هذا الحديث أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا على وجه الإجمال أيها المباركون الحديث عن سورة البروج. وقد قلنا إنها جمعت طرائق ثلاث في تثبيت أهل الإيمان: الطريقة الأولى الإخبار عن أحوال الأمم السابقة وعن الثابتين على منهج الله كمن حرقوا في الأخاديد، وعلى أن الله قادر على أن ينتقم من العصاة وكل من طغى وتجبر، كما أن فيها إخبار بوعد الله جل وعلا لعباده الصالحين وما أعد الله جل وعلا لأهل طاعته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة أيها المبارك درجة عالية، والصعود إلى أعلى يحتاج إلى إيمان عظيم بالرب جل جلاله ويقين به بتبيه ويقين بلقائه تبارك وتعالى، وسؤال الله جل وعلا أن يوفق ويهدي ويعين. فإنه لا حول للمرء ولا قوة إلا بالله، فمن أسلم لله أمره وقلبه واستعان به جل وعلا وفق قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين، فوفرد الرب بالعبادة فلا يعبد إلا غيره، ويستعان على عبادته بحوله وطوله جل شأنه. هذا هو الطريق الأمثل والسبيل الأقوم، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. هذا ما وفق العلي الكبير لأن نقوله، والله وحده من يوفق ويهدي ويعين وينفع، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.